أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وعزي سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء، وخصوصا مراجعنا العظام وعلماؤنا الأفاضل، باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسين سلام الله عليه، عشرة محرم الحرام. وبهذه المناسبة أيضا أحب أن أنوه على أمور معينة. أولا يعني هذه المناسبة مناسبة عظيمة، وتعتبر القيام فيها والأعمال التي يقوم بها المؤمن والشيعي في هذا اليوم تعتبر هذا عمل عبادي يثاب عليه كبقية الأعمال العبادية تماما. وهذا مو من عندنا إحنا، هذه توصيات أهل البيت سلام الله عليه، وتأكيدات أهل البيت، وما يحثه أهل البيت سلام الله عليه في الحضور إلى المآتم مبكرين، وحضور إلى المآتم، وتنسيق أيضا حتى في التنسيق في حضور المأتم أيضا بعد. هذه كلها مهمة ضرورة خاصة إلى الشباب، يعني الشباب إذا أرادوا الحضور إلى المأتم يعني يكون الأمر مبكرا حتى يستفيدون كل أمر يقوم يجلسون فيه ويستفيدون منه، عملهم هذا عبادي. ولذلك أنا أنصح أي واحد يذهب إلى المأتم يكون على طهارة، هذا أفضل الأمر. بالإضافة إلى الطهارة أيضا ينوي نية أنا أذهب إلى حضور مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه حتى أتوفق، يعني وأتوفق في الثواب العظيم والذي بسببه قد تدر منه دمعة ويستفيد منه علما ويدخل بهذا السبب الجنة كما وعدنا من أهل البيت سلام الله عليهم. هذه نقطة مهمة. أيضا الحث على جميع المشاعر الحسينية كلها، وخصوصا يعني المواكب العزائية، يعني أرجو من الشباب جميعا يعني أن يكونوا مهيئين إلى هذا الأمر ويكونوا مستعدين له، خاصة له المواكب الموحدة اللي تصير عادة في الديه وصير في عالي وصير في القرية. هذه المواكب الموحدة يعني في ليلة 11 يوم 11 وفي ليلة ويوم 12 وليلة أو يوم 13 يوم 13 محرم. هذه الأيام العظيمة يعني التي عادة ما تكون فيها المواكب موحدة، أرجو من الشباب يعني الكثير يعني من الجمعية الحسينية وأعضاء الجمعية الحسينية يعني مثل ما نقول متأثرين جدا في هذا الجانب، لأن يقول لك الحضور يكون جدا قليل، وإذا حضروا يحضرون متأخرين نوعا ما، إما في يعني نصف انتهاء الموكب مثلا أو قرب انتهائه، وما يحضرون مبكرين ويصير العزاء الموحد ما يعطي فاعليته تماما. فنرجو من المؤمنين الشباب والمؤمنين في هذا المضمار أن يكونوا من يعني يكونوا من الناس الذين يخدمون الإمام سلام الله عليه، ويكون لهم دور كبير في هذا العزاء الموحد، وكذلك العزاء الذي يكون في الليالي العشر المحرم، زين يكونون متواجدين أيضا في مناطقهم كل حسب منطقته. هذا يعني ما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون أوصلت هذا الأمر، ورجائي من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، زين، ويكونون أعضاء الجمعية يعني مرتاحين أيضا في هذا الجانب، جزاهم الله ألف خير فيما يقدمونه ويقومون به. ونرجو من الله من الجميع جميعا الشباب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله في هذا المضمار. هذا ما أحببت أن أنوه به وأقوم به، والحمد لله، حتى يكونوا يثلجوا قلب الإمام الحجة عجل الله تعالى ثراه الشريف. هذا الأمر يثلج قلبه، وأرجو من الله لهم الثواب، وأرجو من الله لهم التسديد أيضا والقيام على أكمل وجه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.